نعود إلى قضية الساعة ومحاكمته اليوم، يعني كمية استفزاز كبيرة اليوم داخل المحكمة، يقولونه شاهدناك في إحدى المرات ترتدي الوشاح الفلسطيني، أنت معادي للسامية، ولو أنه عندنا تحفظ كبير على هذه معاداة السامية سنشرحها في حصصنا القادمة، يقولون له بأنك تريد نشر الكراهية، بأنك وجهت رسالة إلى المجتمع الفرنسي، يعني أرادوا بكل الطرق وبشتى الطرق أن يدفعوه للأسوأ. محمد، رسالة اللاعب يوسف عطال رسالة جد واضحة واضحة، هو ضد الانتهاكات التي هي الآن حتى الآن في الوقت الحالي لدولة فلسطين، لغزة، لأبنائنا، لإخواننا، لأخواتنا، لكل الشعب الفلسطيني محمد، الذي هو في مأزق كبير أمام سكوت مذهل وأشياء غريبة تحدث عبر العالم. عطال محمد الرسالة تاعو لحقت، نشوفه عطال اليوم، يعني لما تشوف في الصور راهو جالس في مكانه، صح راهو قلق نوعا ما، لكن راهو بطبيعة الحال هو مع دولة فلسطين، هو لا يقصد يعني أشياء اللي هما يعني لبسوهم له. يعني محمد، معروف أن الفرنسيين يفعلون كل شيء لكي يكونون من جهة الصهاينة، لكن يوسف عطال لاعب مسلم، أنا متأكد بأنه لاعب جزائري، لاعب مسلم يلعب في البطولة الفرنسية، شيء أكثر من هذا لا يوجد. هو يؤدي في مهامه الرياضي، هو لاعب للمنتخب الوطني، لاعب عنده هوية، لاعب عنده بلد، لاعب عنده ناس للدافع عليه، الحمد لله هو على باله وش تكلم وعلى باله وش دار، وهما بينهم وبين ضميرهم، هادو ناس ما عندهم لا ضمير لا شيء، همهم الواحد محمد هو أنهم يتهجمون على الدين الإسلامي، يتهجمون على أشياء اللي نمتلكها محمد، وهي كنز. نعم. الدين الإسلامي هو كنز من كنوز هذه الدنيا. من سوء حظ يوسف عطال أنه وقع في مدينة فرنسية فيها الكثير من اليهود وفيها الكثير من الصهاينة، وحتى صناع القرار في هذه المدينة متصهيون. نعم. لا، حتى البلد كله كاينو غامل لي فوتو دي زونفون ديكابيتي لو 7 اكتوبر ومي دون الفور اسمو مولا، نقدروا نحاسبوا هاد الجوار 73 يوم بالعربية 73 يوم، وهما يدعوا بان المجاهدين في فلسطين قاموا بتقطيع رؤوس اطفال ووضعوهم في الفور، يعني يجيبوا هاد الصور اسمو مولا، يقدروا يشارعوا هاد اللاعب بكل اريحيه اليوم. وكأنهم أرادوا من اللاعب أن يقول بأنه نادم على مساندته لفلسطين، وأنه مع ذلك يترك إخوانه المسلمين والأطفال الذين يقتلون كل يوم في فلسطين. ما حدث اليوم أعيد وأكرره، الحديث عن أنه كنت رافد شال تاع فلسطين، أين نعيش؟ في أي عالم نعيش نحن؟ هل نحن نعيش في عالم الاضطهاد وما عاشوا أجدادهم في 1600 و1500 عندما كانوا يستحمون مرة واحدة في الشهر أو مرة في السنة؟ لا، نحن نعيش في سنة 2023. نعم. هل تعتقد أمين بأن الأدلة التي قدمها يوسف عطال اليوم للمحكمة يعني ستخفف من وطأة الحكم؟ هو قال بأني لم أشاهد الفيديو، هذا أولا، وقال بأني لا أفهم اللغة العربية جيدا مثلما أني لا أفهم اللغة الفرنسية جيدا. نعم. وقال أيضا بأني مجرد لاعب كرة قدم ولا أعادي أي جهة، وقال بأنه سبق لي وأن لعبت في دولة الكيان الصهيوني لما تنقل نادي نيس لمواجهة أحد الأندية هناك، وقال أيضا بأني نادم على نشر ذلك الفيديو. ربما ماذا يريدون أكثر يعني من هذا؟ أشاطره في كل ما قال باعتبار أنها أقوال قضائية لتجنب ما يمكن تجنبه. طبعا هي أقوال قضائية ولا تعبر عن الموقف الحقيقي، الموقف ثابت ومساند للقضية الفلسطينية. نعم. وموقف الجزائر أيضا يوسف عطال فرد من المجتمع الجزائري، وموقف المجتمع الجزائري منذ الأزل ثابت مع القضية الفلسطينية. نعم. الكل يعلم هذه الأشياء. حتى وإن لا أشاطره بعض الشيء الرأي لما محامي تكلم فيما يخص
ذهبه إلى الكيان الصهيوني واللعب نعم. على أرض، ولكن يبقى أيضا لاعب محترف، وهذه تبقى آراء يجب احترامها، أو كيف أفسر هذا؟ نعم، يجب احترام ما يمكنه فعله، لأنه رياضي الاحتراف، جزء من الاحتراف أنك تندمج وتكون. ولكن يوسف عطال، البعض قال بأن يوسف عطال أعطاهم في المحكمة أكثر من اللازم، كان عليه أن يتمسك بموقفه الأول. يعني أنا خارطة أنا 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 شخص، أنا شخص مسلم، أنا أعيش في، أنا شخص مسلم، أنا جزائري، صحيح أني أعيش حاليا في فرنسا، ولكن دمائي مسلمة، دمائي جزائرية، أساند إخواني الفلسطينيين ضد القصف، ضد الهمجية، ضد العدوان، ضد الظلم، ضد الصهيونية. ألم يكن بالإمكان أن يقول هذا الكلام؟ من حقه، من حقه أن يقول هذا الكلام، حتى وإن ربما يوسف عطال موقفه، الكلام الذي قاله سواء هو وحتى محاميه، هناك تظاهرة كبيرة محمد، يجب عليه لتجنب ما يمكن تجنبه، وأيضا لتخفيف قدر المستطاع، لا قدر ولا يقول أقواله.